هذه أصوات مناضلات، هذه أصوات المقهورين. صافي عباد الله، راه ما لقاو حتى ما ياكلوا. كاين ناس مساكن اللي ما خدام ما لقى حتى، وبالاخص حنا راه العمال الزراعيين راه الحد الادنى الاجر ديالهم 70 درهم 80 درهم، اش غادير ليه؟ زيت العود ولا ب 3000 ولا البوطه ب 50 درهم، علاش ما حطيتي يديك؟ على ما حطيتي يديك اللحم؟ اش غادي ياكل هذا المسكين؟ اش غادي ياكل هذا اللي كادي حنا اش غياكلوا؟ راه صافي راه سوء التغذيه عايشين بها. لا 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 محمد رسول الله، ولا كاع مرض لواحد راه تما الكارثه، راه تمشي للمستشفيات، المستشفيات راه ما كاين لا علاج لا عنايه لا، راه الا ما عندك الفلوس ما تداواش، راه الموت والتعليم راه تعيش واحد انحطاط تاريخي. فين هي جوده التعليم؟ فين هي المدارس العموميه؟ نحن نقف الان، نقف اليوم هنا لان ننادي بارتفاع الاسعار، خصوصا اسعار المواد الاساسيه من بينها البوطه. هذه البوطه هذه راه جميع الناس كيستعملوها، وعلى الاقل واحد جوج بوطات ولا ثلاث بوطات في الشهر راه ما يخلي ما يحيد عليك الطبيب كما يقال. الناس راه ما عندهم لا حطب لا حتى حاجه، فبالتالي تقيسهم في هذه المساله هذه، هذا مرفوض. الدعم كذلك يعني ديال المواد الاساسيه، هاد الدعم ديال المواد الاساسيه خصو يبقى باش الطبقات الفقيره والطبقات الضعيفه انها تلقى حقها في هذه البلاد، والا فإلا بدينا كنشوفوا من منظور ديال الناس اللي لاباس فيهم، فراه ما غن ما غن غن كنقلبوا على شي حاجه للبلاد. واحد كيتخلص 1000 درهم ولا 1500 درهم اش غيدير؟ يشري زيت العود جوج يترو في السيمانه راه 1000 درهم، اذا هو يكتفي بزيت العود صافي، ياكل زيت العود ويجلس، ما ياكل ما يدير ما يطبب ما يدير حتى حاجه. فبالتالي نرجو 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 بكل صدق وبكل ان الحكومه تتخذ اجراءات عاجله 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 عاجله، اقول عاجله قبل عيد الاضحى لتخفيف الوطأ على المواطنين، والا هادشي راه المواطنين راه صافي لحقت فيهم العذاب. هذه وقفه انذاريه تقول فيها احنا كمناضلين وكمناضلات وكذلك كمواطنين مقهورين في هذه البلاد هذه، تنقولوا كفى من الاستهتار بالحقوق ديال المواطن، كفى من اللعبات والاستهتار بالامن والاستقرار ديال هذه البلاد. هاد الزيادات المهوله اللي شهدتها جميع المنتوجات جميع القطاعات ابت الا ان تزيد في الوتيره ديالها. هذه المناسبه الان اللي كنشوفوا جميع ديال مناسبه عيد الاضحى، الهديه ديال هذه الحكومه ديالنا المغربيه هي الزياده بواحد الماده حيويه اللي هي غاز البوطان، بواحد النسبه اللي هي ما عمرها كانت في تاريخ المغرب. تنقولوا اللهم ان هذا منكر. هذه الحكومه اللي كانت وعدت المغاربه انهم غادي يعيشوا في رغد العيش، هانشوفوا كنشوفوا الان النتائج ديال التدبير الكارثي ديالهم فين وصلنا. حكومه الكفاءات اللي هي ماشي في الواقع الا حكومه الشعارات. فينا هما داكشي باش وعدتوا المواطنين المقهورين في الحملات الانتخابيه ديالكم؟ للاسف الارقام راه كتحدث، الارقام اللي كنحتلوها في المراتب ديال التصنيف العالمي راه كترجع بينا الى ما وراء قبل الاستقلال. وتنقولوا عيب وعار ان المغرب في هذه اللحظه هذه يرجع لهذه الوضعيه فاش كان. هذه المسؤوليه كتحملها الحكومه اولا، ثم كتحملها كذلك الهيئات السياسيه والحقوقيه والنقابيه اللي سكتات على هذا الشيء اللي كيوقع. من هذا المنبر نحيي جميعا جميع المنابر الاعلاميه الحره النزيهه التي ابت الا ان تنقل نبض الشارع، وتنقولوا للمنابر الاخرى اللي الان كتوضع الراس ديالها في الرمال ان انا الاول ترجع للرساله ديالها، اداء الرساله النبيله. من هنا تنقول للجميع راه المغاربه مقهورين، راه المغاربه راه هذا الشيء اللي كديروا فيهم راه عيب وعار، وبالتالي كنقولوا في هذه البلاد هذه راه فيها رجل رشيد بل رجال رشداء. نتمنوا ان هذه الحكومه ترجع على الغي ديالها وترجع تشوف الامور ديال المواطنين وتشوف من حالتهم. تحيه للجميع. شي ماشي تدبير والوهم خلفتوها.